بالتاريخ الكويتي، وانا تعجبني الشخصيات ومنهم ولد السالم شخصيته حلوه من شرح. الله يسلمك. الاسم الكريم طال عمرك. خالد سلطان حمد السالم. احنا نأرخ بالتاريخ الكويتي طال عمرك، نبي فريجكم القديم اين يقع؟ في الشرق. دوله في الشرق عند الاميري. الله. يم البيوت القديمه اللي هناك اللي بقى منهم الحين بيت واحد بس، اللي هو صاروا مطاعم ورا ديوان الروضان. ايوه ذاك الصوب شويه. نعم قبال سوق جر. الله شنو يسمونه فريجهم؟ والله ما اذكرته بالصراحه. جيرانكم؟ كان جيراننا كان عيال ابل وكان عيال عبد الله وكان عيال الصالح. سبحان الله. نعم. زين الكويت كانت اول يعني داخل الديره ثلاث مناطق، جبله وشرق والمرقب. اي شرق. شنو سولفوا لك الاباء الاجداد عن يعني سولفوا لي كل الاشياء القديمه. يدي ابوي حمد سولف لي، وابوي سولف لي، عمي سولف لي كل الاشياء اللي كانوا يسوونها. الله. وكان الشغله اللي قالوا لي عنها ان سالفه الحريم لما يروحون يبون يغسلون الهدوم وشي على اليال. الله. إيه كان اول يمسكون يدتين ولا طبطبه غيرهم يمسكون مثل بضربه ويطقون. صح. يقول لك كان من الاخلاق ان كل الريايل ما حد يمشي على اليال وقتها. الله. كلهم يمشون بالفرجان داخل. وقت الضحى يمكن يكون الغسل. يكون وقت الضحى من الساعه 9 للساعه 11 10. شلون تاريخ الكويت ابو عبد الله؟ صح معايا ايه الحكايه. اي والله. زين بسالك طال عمرك الشرق من اشهر دواوين حسب اللي كانت؟ انا ما اوعى، الوالد هو اللي عرف كل شيء كان وقال لنا. تذكر منهم؟ اذكر، انا اذكر ديوان الصالح كنا نقعد هناك. الله. كان ابوي يقعد هناك، يدي سالف لي، وبعدين رحنا حق ديوانهم الجديد اللي الحين بالشويخ. بشويخ كان إيه. ديوانهم نفس الشيء بالمنطقة هذيك؟ اي كان هناك يم ديوان الروضان ويم البيوت التراثية اللي عند هو الدواوين حاليا على البحر، الملة والروضان والعسعوسي والشملان الرومي والنصف وال رفيج الوالد نجيب الملة. اي والبحر من عيال الملة اللي ديوانهم على البحر. صح صح. اللي هو مال اجدادهم. صح صح. اي ما شاء الله. زين لما نعرج على وكاله اللاده، قول لي وكاله كويتيه عريقه وكانت اول هي ومزكوفيتش كانت روسيات. صح. منهم العبامكم الكرام كان وكيلها؟ عبد الرحمن اللي كان ماسكها وما زال. هو كان يكتب عليه سلطان السالم. ايوه هذا الوالد الله يرحمه. الله هو نفسه راعي الوكاله. اي سبحان الله. وماخذه من ابوه. الله. من ابوه. ليش اختفت طال عمرك؟ لانه ما قامت تيجي الكويت، خلاص ما قامت تصدرون من روسيا حق الشرق الاوسط. الله. بس حاليا ليش ما ترجعونها الحين؟ رجعت. ما ترجع خلاص الحين صارت ورثه. لا لا هي بس ولا واحد كوكاله ما ترجع. والله. ما ترجع الحين الصيني. الصيني غاز الدنيا الحين. اي والله. فهي اسعارها مناسبه. هي مناسبه بس شو الفائده بسياره استعملها سنتين وقتها؟ الله. تدفع مبلغ. كانت قويه، كانوا المصريين يموتون عليها اللاده. ما زالت اللاده للحين قاعد تنتج في روسيا. الله. يقول لك انها هي يعني قويه الحين في 2023 لاده. الله. روسيا. يلا شد حيلك وجيب ان شاء الله. انت اسمك الكريم؟ خالد باسمي خالد. لا والنعم الله سلم. زين والدكم شنو الوكالات؟ لازم نعرخ بتاريخ الكويت العم سلطان السالم. هو كان اللي عنده ياماها. ياماها موجوده؟ اي موجوده مالت الطراريد. نعم نعم نعم. وعنده اللي هي اللاده الحين صارت وكاله سيارات الكهربائيه مالت جولف. الله. والسيارات الكهربائيه اللي تشوفها بالمطار بالمقبره في 2-3. اي خدمات الحين احتمال انها تصير خدمات طبيه. الله ما شاء الله. زين بسالك ما قص لكم شلون جابها الوكاله وخاصه وكاله روسيا؟ ما سالنا يعني روسيا بعيده. اي ما سالنا لان يدي الحمد ابوي حمد الله يرحمه من الغواصين قبل. الله. كانوا يروحون يغوصون وبعدين ركب مع التجاره. الحمد لله يا رب. انا اشوفك الحين هم انت في سيارات قديمه الحين، ايش رايك بالانتيك حاليا الامريكي والاورو والالماني؟ هذه ذكرياتي. الله. ابوي كان عنده وكنت اركب وياه فيهم. الله سبحان الله. هذه كتلك. الله. وخالد سيد علي. هلا اصبر حجي شوكت، صبر شوي. هذه كتلك علامتها سبحان الله، تقول كنا الشعار هذا مال القواد الجيش. صح. اي والله التكريم من انواط الشجاعه. تعال قول لنا ما دام انت خبير، هذه فيها طياره، هاي ملزوقه ولا هاي شعار رئيسي؟ لا هذا شعار على السياره، هذه شفر شفر. مبالاه.
والله خالي بعد سيد علي الرحمه رفاعي كان عنده. زين السيارات القديمه الامريكيه كلها مجنحه كانت. صح. سبحان الله. وحديد. هي كلهم حديد. اسمعوا الطقه، خلينا نسمع طقه الكتلك. اكيد اكيد. في فرق؟ اكيد في فرق، هذا اللي يدي طق عليها. فيها شويه المنيوم. المنيوم. يلا خلنا نشوف الالماني. نفس الشيء. سبحان الله، ليش هو الانتيك بس الماني؟ ما في بي ام ولا اودي ولا فيات ولا اوبل، ليش بس المرسيدس؟ اي هو الجيرمان، هو الالماني الاصلي. الله هو الاصلي. ولد خالي هم السيد علي كان عنده ولا تذكر البي ام يفرش. ركب الوالد منصوري كان يقول مشايخ الشام يركبون معاه تفرش توايرها. صح. والله المرسيدس للحين ترى حتى الجديد لما تمشي التواير اللي ورا تفرش. الله سبحان الله. الحين لو يعيد التاريخ نفسه تاخذوا وكالة اللادة؟ اكيد. الله ما ودك ترجع تسافر لروسيا وتبحث؟ ودي ارجع ببطن امي عشان اكمل اللي ابوي كان مكمله لما انولد. لا ما ودك عقب العيد تطق طيارتك تروح روسيا تنشط هالوكاله؟ في ما ودي اروح الحين. ليه؟ عشان الحرب؟ لا اروح ابي اروح. لا اوراق الوكاله مالتكم موجوده؟ موجوده موجوده. اي جددها شنو؟ اي بس الحرب ما شلون بتروح؟ لا الحرب بعيده شويه. الوضع هناك هي السياره بس اللاده والمسكوفيتش اللي جت الكويت. ها؟ اي كان في بعد موريس. الله الحين صارت صيني. الله سبحان الله. بريطانية صارت صيني. هي بس الفليكس اللي هي بدون ماي. هي بس الفليكس على الهواء. الهواء تبريد هواء. سبحان الله. هواء وزيت. الزيت مال الماكينة يبرد من الهواء. زين اخر سؤال، ما هو معنى لادة بالروسي؟ ما ادري. ما تعرفون اللغة الروسية؟ ما حد منكم تعلم؟ مسكوفيتش. مسكوفيتش يعني شارع هناك عندهم. الله زين المعدات مالتها عندهم معدات وانيتات وعندهم عندهم كل شيء حتى معدات ثقيله. الله اكبر. عندهم هامر يقول لي واحد من السياره الصغيره. ليش والهامر شاحنة. الهامر بعد موجود يمكن كبير. الهامر امريكي. لا يقولون في واحد بعد مقلدينه. مقلدينه بس روسي. ايه الشكل الروسي. يا رب يا رب. نعم. ان شاء الله تقيك مره ثانيه وتحيي المنطقه الري. موجوده هي القسيمه شفتها انا. موجوده للحين. اي والله يا رب. نعم. بركه فيكم ان شاء الله ذريتكم. انتم جزء من تاريخ دوله الكويت. الله يسلمك. اي والله شو الصدفه شلون. ونشكر السيد ابو عبد الله الشطي. اي والله على اساس هو دائما كان اول خال حام السيد ابراهيم الاشقراني. ما كنت تمره الله يرحمه. ابوي يعرفه. ايوه الحمد لله. ابوي يعرفه. الحمد لله الحمد لله. يا رب يا رب اللهم وفقنا ونكمل المسيره بالتراث الكويتي. واللي عنده فلوس يشتري سيارات تراثية، اللي ما عنده فلوس يطالع بس بالنظر. أعطيك معنى اللادة. اللادة أي والله سيدي. يقولك اسم مشتق من نوع من القوارب الصغيرة في اللغة السلافية. الله. يرمز إلى شعار السيارة تتمتع العلامة التجارية بتاريخ طويل في روسيا. وهي معروفة جيدا في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. يتم وضع سيارات لادة اليوم. يعني اسم مدينة روسية. نعم. ما شاء الله. لادة وبيكا. بيكا. طبعا والله لو انا منك يا السمي والله عقب العيد اطق طيارتي واروح روسيا واخذ اوراقي وغرفه التجاره جدد. والله يعني كنز لكم تراث وانتم لكم تجاره. نعم. ترى الناس الحين قاعد تدور سيارات رخيصه. نعم. وتكد كدوا المشكله ان هي مو رخيصه الحين. لا مقارنه كم صارت اللاده حاليا مو بكويت. الحين اللاده مو نفس شكلها اللي انت تعرفه. يعني لو يابها واحد كم كويتي؟ ما ادري بس هي هناك الحين سعر السيارات الكويتيه من 7 ل 10 مو راح توصل لهالمرحله. اي راح مكيف فيها. مكيف الجديد فيها. الجديد فيها القديمه ما فيها. والله كان المصريين اتذكر يدورونها هي والفيات. الفيات الغربلي بدر السيد هاشم. السياره ما تختلف. بدر السيد هاشم بعد الغربلي هم وكالته تركها. نعم. مالت الفيات. نعم. وكانت الرينو الشايع والصقر. نعم. والمازدا. الحين الفيات صارت عند الملا بفهاني. لا ايه؟ موجوده ايه؟ الحمد لله. وانا كانت عندي سياره كانوا يقولون عنها يعني مصفحه اللي يعرفها يطلع يقولون طالعه من خشم النمر من خشم الطياره. شنو هي؟ الوالد جابها لي من الامارات. الساب. ساب. الساب. ساب. ساب. ساب والفولفو فيها الفولفو فيها طوق امني. ايوه الدعمه ما تدش الماكينه. اي صح. ولا شيء يحوشها. ايه. الحمد لله. جربناها. هل انت بعصر والدك سكت السياره الفيات والمسكوفيتش؟ انا سكت الفيات. انا سكت الفيات. الله. انا سكت الفيات. أيه. يعني ما بقت ولا سياره عندكم؟ انا سكت فيات كان رقمها 132 ما شاء الله موديلها.
زين ما في ولا سياره بقت عندكم بالمخزن؟ ولا واحده. الله اكبر. انا سكت البيجو والفولفو 240 والفيات الحمد لله. لا ودعمت بالبيجو بعد الحمد لله 505. كل طقه بتعلومه. ايه بالنهايه نشكركم ونشكر عبد الله الشطي ناصر الشطي والاستاذ خالد سلطان السالم اليد حمد حمد والنعم أسرة كويتية عريقة. كنا نقرقع بشويخ يم بيت انهدم عند مسجد القطامي وصار مسجد القطامي. ليش انهدم؟ أبو الوليد والله ما أدري بس كان ما... نجيب نجيب كان بالداخلية مو؟ نعم الله يرحمه توفى مو؟ أي. فاتحة على روحهم جميعا شخصيات ما رحت كان عنده ديوان وناس سبحان الله تلك الأيام نداولها بين الله. شكرا سيدي حبيبي.